أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرقية توقيفية أم يجوز التجربة بحكم أنها للتداوي وليس للتعبد؟ وجزاكم الله خيرا. هل الرقية إيش؟ توقيفية. كيف توقيفية؟ الرقية بالقرآن وبالأدعية الموافقة للكتاب والسنة، ولو لم يرد لفظها، ما دامت موافقة ولو لم يرد لفظها لا بأس بذلك، فليست توقيفية. نعم، تعال وقت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.